الاهلي يفوز على المقاولين العرب 4-3 بركلات الترجيح، واصل الى الدور قبل النهائي ويقابل سموحه ان شاء الله. كابتن ماهر همام الف مبروك، هي دي ماتشات الكاس بالظبط. مبروك يا ايمن، طبعا مبروك لجماهير النادي الاهلي، مجلس ادارته، اللاعبين، الجهاز الفني. زي ما قلنا يعني الراحه ما خدمتش النادي الاهلي بصراحه، يعني 25 يوم ما خدموش النادي الاهلي. النهارده شفنا الاداء الفني يعني على فترات، يمكن الشوط الاولاني كنا ممكن نخلص بالفرص اللي ضاعت عندنا، يمكن حوالي 6 فرص لو واحده منهم جت كانت الامور هتفرق بشكل كبير. لكن طبعا الشوط الثاني الهدف اللي سجله كريم فؤاد، الباص البيني اللي عملوه له فخري وضرب بيه المدافعين، واحنا قلنا مدافعين المقاولين العرب من بدايه المباراه واضح قوي ان هم بيقفوا عندهم اخطاء في التمركز الدفاعي بشكل كبير جدا. قفشه مره لعب كوره في الشوط الاولاني لشادي، كمان كررها فخري في الشوط الثاني. الهدف اللي جه طبعا كريم في الزاويه الضيقه شاتها بشكل في قوه. بس من اهم الفترات يا كابتن، خصوصا بعد ما بتجيب الهدف، الفتره اللي هم الخمس او العشر دقائق اللي بعد الهدف مباشره. برافو عليك يا ايمن، والتملي بيبقى تعليمات المدرب بالذات بعد ما بجيب جول. برافو عليك. ازاي ينظم الجانب الدفاعي لمده 3-4 دقائق؟ دي تعليمات مستر كولر مفروض من الاداره الفنيه للاعبين. ليه؟ لان دوافع الفرقه الثانيه بتبقى عايزه تعوض، فما في شيء من الحماس بالنسبه للمقاولين، وده اللي حصل ان المقاولين قدر يرجع للهدف التعادل بسرعه. يمكن حوالي 5 دقائق بعد ما احنا احرزنا الهدف الاولاني قدر المقاولين يرجع بالمباراه في الهدف الثاني، يمكن تسجل في الدقيقه 76. لكن عايز اقول ان احنا في محاولات في الشوط الثاني على المرمى، لكن مع الاسف يمكن ما اثمرتش باهداف، وكان فرصنا قليله قوي غير الشوط الاولاني. طبعا الاكسترا تايم الشوط الثالث والرابع يعني في استحواذ في نص الملعب ومحاولات بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي، لكن طبعا ضربات الترجيح هي اللي رجحت كفه لاعيبه النادي الاهلي. ودي من ضمن الحاجات اللي قال ان الراجل اشتغل عليها، الراجل عمل سيناريو للمباراه، منها زي ما قلنا التشكيله، بعض التغييرات اللي حصلت. الشوط الثاني قدر يرجع، من ضمن الحاجات قدر يرجع للثواب او بعض الاماكن اللي كان فيها ثبات في التشكيل. بعد كده طبعا هو راجل اشتغل على الاكسترا تايم واشتغل على ضربات الترجيح، حتى اللعيبه في التدريبات اخر محطه في التدريبات الوحده التدريبيه الراجل اشتغل على ضربات الجزاء، وده من ضمن الحاجات اللي المدرب يعني بيحطها في الحسبان. وارد ان يحصل المباراه توصل للاكسترا تايم وبعدين ضربات الترجيح، وهو ده اللي حصل فعلا في المباراه. لكن طبعا تركيز لاعبتنا في ضربات الجزاء كان واضح قوي ان احنا عندنا مهاره وعندنا تركيز وعندنا تدريبات بالظبط. وطبعا خبره الشناوي فرقت بشكل كبير جدا في الهدفين اللي صدهم. عشان نقول مبروك للنادي الاهلي، وزي ما انت قلت ايمن صعودنا للدور قبل النهائي ان شاء الله، قبل النهائي احنا قبل سموحه ان شاء الله باذن الله ربنا ان شاء الله.